فيلم جديد نزل على الصالات اللبنانية من أسبوع بعنوان تنورة ماكسي، يلي نابع عن قصة حقيقية ما بين شخص راغب يصير رجل دين وامرأة عملت المستحيل لتغير مسار حياته. هالقصة هي قصة والدي مخرج هالفيلم يلي يعد أول فيلم سينمائي طويل لألو. لنعرف تفاصيل أكثر عن هالفيلم ونتعرف على مسيرة الفنية والمهنية من أيام الميوزك فيديوز وصولا لتنورة ماكسي، بنستقبل المخرج جو بوعيد. مساء الخير جو، تفضل. I'm glad you came. جو بوعيد مساء الخير واهلا وسهلا فيك. من الاخر، الاسبوع الماضي كان الافون بريمير تبع تنورة ماكسي يلي عدد كثير كبير من اللبنانيين اليوم عم بيروح على السينما تيحضر هيدا الفيلم. الفيلم هو نابز عن قصة حقيقية ما بين رجل دين وامرأة، وهو فيلم قصة اهلك. قد أثرت فيك على مرور الزمن هالقصة لحتى تترجمها وتعملها فين؟ يعني من وقتها هيك كنت عم بلش أقع على الحياة، كنت عم بسمع ناس عم تخبرها أيام الأهل، أيام ناس أوزالونتور، قريبين، جيران، whatever مين هني. بلش تكبر الفكرة أنه أنتوا كلكم خبرتوا هالقصة وعطيتوا الفيرسيون تبعكم، عبالي أنا أعطي الفيرسيون تبعي على طريقتي الخاصة من خلال المبرمية فيلم، لأنه بأمن بشغلي أنه وقتها تعمل شيء بالسينما بالفن بحيالة دومين، إذا بتحكي عن شيء متعيش معه وبتعرفه بيكون صادق أكتر وبيقدر يوصل بطريقة أكتر. فكرمال هيك أخذت هالقصة اللي كيف في ولاد بيحبوا يناموا على قصة يمكن بلانش نيج أو ما بعرف سوبرمان أو مدري مين، هذا الولد الصغير يلي أنا كنت هو عمل براسه هالفانتازم على هالقصة وقرر يترجمها بالفيلم الأول. يعني عملت فانتازم على القصة جو؟ طبعاً أكيد، لا أكيد، يعني هيدي يعني حتى بالفيلم أنا عمل بلان دو فانتازم على قصص من الواقع حولتهم ل أنا حضرته مع الفنان بالمعنى الثاني يا فيه. جو بوعيد، اليوم قد المسؤولية كبيرة حتى تستعمل أو ترتكز على قصة حقيقية ريل ستوري، وخاصة قصة بتعنيك لأول فيلم، لأنه دائما أول فيلم واحد بده يبرهن حاله، بيكون بده يحط بركة سيناريو بالواجهة، بده يروح على أفلام يروحوا شوي أكتر كوميرسيال وما يروح بركة على فيلم نوعا ما أرتستيك أكتر. يعني ما ابدا مش هين تحكي عن القصص اللي كتير بتدقرك، لانه بكل مراحل الفيلم كنت عم بقطع باشياء ما كنت متوقع انه ححس فيها ان طونك اتر اوما، لانه وقت تكشف عن اسرارك والقصص اللي بتخبيهم دائما بالبوكس تبعك تحت التخت وبالجوارير وغراض اهلك المفروض تكون انتيم وما تظهر للعلن، وقت تحط قدام ان كاميراك ديفوال وخلص بتعريك، يعني انت عم تتعرى عم تفرجي كل شيء، ابدا مش هين. يعني بيقولوا لي شو المراحل الصعبه بالبرودكسيون بالمدري شو، بقول لهم هو اكيد مراحل صعبه، بس الاصعب انك تتخلى عن الانتيميتي تبعك وتكشفها لكل العالم، بغض النظر قديش هي هالقد ابلويسانت او قديش هي صغيره، بس سرست ان انتيميتي. ف يعني عن جد هيدي يمكن كانت فاز صعبه انك تحكي عن شيء هالقد انترنت. ومن جهه الاهل كان في نوعا ما شويه اذا بدنا نحكي سانسور على بعض المواضيع او تحفظ على استعمال بعض المواضيع؟ ابدا، وبستغرب يعني قديش عطوني هالحريه، لانه وقتها يعني يمكن مش هلا هن اللي دخلوا شوي وقت السيناريو، وقتها عرفوا انه انا بدي فوت بهيدي القصه، عرفوا انه بدي اعمل انترفيتاسيون تبعيتي. يعني قعدت معهم حكيت رجعت سمعت هالفيرسيون عدة مرات، اخذت نوتس عن قصص معينه، بس عرفوا انه هلا اتس تايم انه يتخلوا عنها وتصير سيناريو. فالحمد لله انه عملوا هالفصل. ما بقول لك الفيلم ما بيأثر فيهم، يعني ما بكيوا اول مره وثاني مره حضروه، بس لا قدروا يفصلوا، يعني بطلت لهم اكيد اصعب لهم، لانه طبعًا هي الانتيميتي تبعهم هن الشخصيه طبعًا. انت عشتها كسبكتاتور مزبوط، بس هن اللي بيناتنا رح يكونوا قلبيا عبالهم لانه انت ابنهم. لو مش انت ابنهم يمكن حدا تاني عم يعمل هذا الفيلم ما كانوا ابنه، او كانوا غيروا له كثير اشياء فيه. يعني بس هن ولا مره قالوا لي على شيء لا، يعني فما حيقولوا لي على فيلمي الاول لا، ولا حتى التحفظات او السانسور كانت جاي من قبلهم. حتى ماي مام كانت هي الارت دايركتور تبع الفيلم وعطت ان بو دو سون اسبري، لانه كانت عايشه بهذه الفتره الزمنيه اللي عم نعمل فيها الفيلم، فحسيت الكومبينيشن بين لو مودرن وبين هي اللي عايشه فيه ما حيزبط مع حدا تاني. ووالدك مين فضل، المام بالفيلم ولا المام الاصلي؟ لا
الحمد لله أنه بعده بفضل المام الأصلية يعني وبعد العائلة مجموعة يعني. حلو كتير. رولا منصور سوري قطشتك جورج قبل، بس عصيرت الأنتيميتي شفناه لجو مزلط بالفيلم بس خلقت لا بس هو مضبوط مية بال أنا نزت بس معي حق وحتى في ديت فوتو أنت قلت في نسمة عم يفوتها سمحية رولا منصور لا هو بفتوعه الهم يكون في شيء لا لانه في انفتوعه بس شيء لقطه انه بيبي بس يعني لا انا كان بدي نقصك بس عصيره البيبي قد ايه كان قد ايه خلقت كم كيلو لانه البيبي اللي شفناه خلق فجاه كان تقريبا شيء اثنين عمره شهرين او ثلاث اشهر لا كان عمره كان عمره يعني طيب كان عمره 3 شهور ان فيت بس انا خلقت 4 كيلو وشوي يعني ما محترق دينا فيه لانه شفنا البيبي كان عمره انا ورولا هلا انا بدي انا ما حضرت الفيلم وبيناتنا كان عبالي احضر الفيلم قبل ما نقعد يعني ما لحقت صراحه اوكي شفت التريلر وحضرته يمكن شي 10 مرات اوكي انت ما اخذ باد امبريشن او جود امبريشن غلط لانه التريلر ما انه فيلم حضرت التريلر دقيقتين عم بقول 10 مرات حضرته دقيقتين لا هو مش نزل الدقيقتين بعده ما نزل على النت الدقيقتين ما نزل رح ننزله من الاخر بحضره سوا انه انت معقول تضربها بالقشاط على عيد الشعنينه؟ ما البيت كان هجوج ومجوج يا ابو زياد. اشتقت لها ها؟ اتشتاق لك العافيه. شفوا العروس تفوق على الوريد مشوق. ابر مواسير وخيطان وقماشات ملونه عم تنسج أحلام كبار ذكريات مشيطني إبرم واسير وخيطان وقماشات ملوني عم تنسج أحلام كبار ذكريات مشيطني وزرار زرار 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 لعب جوارير وأسرار ضحكت وشمس وشتي وزرار زرار زرار زغار لعب جوارير وأسرار ضحكت وشمس وشتي يا رالي يا إبري من خيط الخيط مخبي بين الدرزات ضحكات وورم ودولاب تسرب من حلم حكايات وزرار زرار 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 لعب جوارير وأسرار وزمار وتعجل أجمل تنورة مكسي اشتقت لك كتير يا ماما من بعد التريلر الطويل هيدا أحلى كتريلر هيدا أحلى هيدا أحلى بس هيداك بيناتنا قشعني اشياء هيك نقزوني وقشعني وترك لي بذات الوقت الكيوريوسيتي اني احضر الفيلم اكثر شوي من هيدا مع انه هيدا احلى هلا النقاط رح تكون كثير سريع الاشياء هيك اللي لقيته نيجاتيف شوي بالاول انه فيلم عن الحرب اللبنانيه انه كمان في جو حرب وميليشيات هيدا اثنين بس يكون شيء له دخل بالريليجيوس هلا
بعد ما حضرته تعرف كيف انت ايه لا religious person يعني رجال الدين بحد ذاتهم بصير عتلين هم اذا واحد فيه يكون objective مزبوط ولا لا بده انت ليش معهم او ضدهم لا لا بغض النظر لا لا بكره انه حدا يدق بالدين بشكل غلط اوكي حي الله دين ثلاثة شكله للممثل اللي عامل بيك انه ما بيوحي انه خوري بالاول شوي كتير ترندي وهيك يعني بنقص تستوعب بس كلهم على بعضهم هيدول من ميل ومن ميل تاني التريلر اللي حضرته بحسس انه واحد روح حضره للفيلم بعدين بتشوف لهلا ايه ما تقرر يعني مين حضر الفيلم منكم؟ انا حضرت جو الفيلم امبارح انا ورولا رحنا حضرناه الموسيقى بتسطل الموسيقى كتير حلوه بس وانا عم تابع كل شوي بدي يوصل لي مساج ما عم يوصل لي كم مساج اخر الفيلم كتير حلو بيرد لك على كل اجوبتك يلي كنت قاعد ناطرون بس انه بتحس في فتره جوع عندك على 3 ارباع الساعه ساعه ما عم بعرف شو عم بيصير عظيم طيب انا بس بمين ببلش شك بلش باثنين سوا كانه طلعت اثنين بجواب واحد لا رح بلش مع جورج رح لك شغلي يعني هو البريست انا كان بنظري لازم يكون يشبه امبولي ديسيبل ما لازم يكون البريست التراديشنال اللي بنشوفه هلا وبذات الوقت ان كان البي وان كان الام مش بس البي هن نظره الولد الايدياليست كيف بيشوفهم يعني يمكن بيشوفهم بوب ستار يمكن بيشوفهم ايكون ما لازم يندق فيها حقه هو يشوفهم مثل ما بده والا الفيلم ما بيكون ماشي مثل ما لازم يمشي إذا عم تقلي إنه بيشد لا يحضر هيدا هو التارجت تبع التريلر مضطرين نحط فيه يمكن قصص ما دغري هيك واحد يلقطها ما تنفهم إيه لا لما نحكي كل شيء بالتريلر طيب كان ضروري الشق الميليشيوي والهيك الشق الميليشيوي ما بحب أتخبى وراء أصبعي القصة صارت بـ 82 أنا ما بحب أحكي عن الحرب والفيلم ما بيحكي عن الحرب الفيلم هي قصة حب بس يعني حضرته عم تقلك أنه ما بيحكي عن الحرب قصة الحرب تمشي بالباكراوند يعني ما في تركيز عليها إيه ما في تركيز عليها وفي إرادة لأنك تسكتها يعني أنا عملها مثل جولي أمبريزوني بقلب تلفزيون أنت بتبقى بالتلفزيون وما لازم نسمع عنك أكثر من هيك وهاد إناف بس كمان ما فينا نقول إنه بهالفترة الهيستوريك اللي صارت فيها القصة ما صارت الحرب سو هيدا بالنسبة لأول شيء بالنسبة للشيء الثاني اللي هو كتير أنا برأيي انتريسون اللي حكيتيه أو بدنا نعطي حق للسينما المودرن أو بدنا نعطيها إذا بدي أعمل فاست فود وشيء على السريع مثل ما عم ينعمل كنت فيه أعمل بس أنا جسوي سوسيبتيبل وبآمن بالسبكتاتور وبقول ما لازم تعطيه أقل من ما هو بيستاهل تعطيه شوي أكتر الحياة كلها مننطر فيها بالآخر منوصل على أن ريزولتا كريستيان حجر من الآخر ما بتمنى لك إلا التوفيق جو إن شاء الله الفيلم الناس تفهمه وتحس معك لما أنت عم تعمله شو كان من الآخر أشد بحصله بغض نظر عن رأيي إذا سوبجكتيف ولا لا بس بدي شجعك وشجع كل السينما اللبنانية لأنه هلأ في طفرة في فورة كتير إيجابية للسينما وبشجعك وشجع السينما طبعا رولا منصور أنا ماش ستيل الفيل بس في كم شغلة حبيتها البيت أول شي بعقد الكنيسة كتير حلوة وشفنا شي جديد أكتر من بوصة أخيرا على رولا منصور مش أول شي بتقول إنه مزلط بعدين لا انا بشجعك جورج حرب انا مثل ما قلت لك قبل وقت حضرت التريلر كنت منقز ونص نص يعني هيك بس هلا رح اعمل لك هيك تقول لك جود لوك لانه لازم ثاني كمان انا بدي اثنين منك جو عيد انا رح اعطي رايي الشخصي لانه حضرت الفيلم صراحة أنا ويست بيروت كان من الأفلام اللبنانية اللي فعلاً زياد ويري قدر حطها على نطاق عالمي ومن بعد ويست بيروت إذا بدي أحكي بالصورة بالألوان وبطريقة الإخراج حسيت فعلاً في ليفل كتير عالي وفي ليفل كتير عالمي موجود بالفيلم تبعك هيدا هي نظرتي لهالفيلم بدي أقول شغلة إنه الفيلم بركي منه كتير فيلم كوميرسيال إنما هو فيلم أرتستيك أكتر يعني فن أكتر مما يكون فيلم تسويقي بس أكيد كل شخص بيروح وبيحضر هيدا الفيلم لو بده ينطر للآخر ينطر للآخر لأنه بالآخر بيفهم كل شيء وبيعرف كل الوقت يلي نطر فيه كان له معنى وهيدا المعنى تحقق بنهاية الفيلم بالنهاية نحن بنشكرك كتير لتنورة ماكسي ولأنك عم بتشارك بنجاح السينما اللبنانية بنفس الوقت شكراً جو وعيد Thank you.